دونك دائما في اطار ان في اطار اننا تختارينا من احسن المراكز في جديده اللي هو سنتر فيتور جيني وتكمله الفيديو السابق اللي تحدثنا فيه على الحساب الذهني. هذا الفيديو كنت حدثتو فيه على النشاط ديال لا روبوتيك. دونك لا روبوتيك كيف قلنا سي اون سيونس سي تو لي ميثود اي لي مانيير بو كونستروير ان روبو. Ça permet de développer toutes les compétences STEAM, la science, la technologie, l'art, l'ingénierie et les mathématiques. D'accord? Donc, ce qui est extraordinaire pour la robotique, c'est que l'enfant, il apprend l'esprit d'équipe. Il apprend à avoir l'esprit d'équipe, il apprend l'esprit, la notion du projet. Et chaque séance, il se confie à un projet. L'idée qu'il m'a fait, يتحدثوا عليهم من بعد كيدوزوا لا ميز ان بلاس ديال لو روبو. اون فوا لو روبو اي كونستروي ايل اي لا دونك اي فو لو بروغرامي باسكو لو روبو اي سانسي بوجي. دونك سي لو روبو بوج ولا دونك لو بروجي اي ريوسي سينون اي فو ريفونير ان اريير. دونك تندخلوا في لا نوسيون دو لاناليز دو لا ريزوليسيون دو بروبليم. دونك لونفون اي كومونس ا سبوزي دي كيستيون لو فورماتور ايل اي لا بور ريبوندر. دونك فو كومبرونيه c'est extraordinaire comme process, c'est extraordinaire comme activité parce que l'enfant apprend à commencer et à terminer ce qu'il a entamé au début. Autre chose, ce qui est extraordinaire aussi la robotique, moi j'adore cette activité, à chaque fois on échange le rôle. Donc il y a le magasinier, il y a le chef de projet et le constructeur. Le constructeur demande les pièces, le magasinier est censé remettre la pièce. Donc, qui est l'oulidat sgar ou hafdin, hatta miet shkel men les pièces, 100 articles. Le chef de projet, il est là pour observer et pour orienter ses collaborateurs. Ça, on parle de la robotique. Dans tous les cas, بالنسبة لي أنا، إحنا الهدف ديالنا هي نمي وذكاء الطفل. الهدف ديالنا هي الطفل يحب الرياضيات. الهدف ديالنا هي أن الطفل ما يبقاش يخاف من الرياضيات. إن il n'est pas censé avoir peur des chiffres. Il est censé avoir le un caractère de défi. يكون عنده روح تحدي. Il est censé avoir censé être courageux. Faire face aux difficultés et il est censé être toujours à la recherche de l'inconnu. هذاك l'inconnu X اللي كنقراو في لي مات حنا بالنسبه لينا وليدات صغار سي جوست ان جو. الوغ اخيرا كي كنقول لكم يمكن ديك المره كنت عطيت مثال بالقرد والسمكه، هذه المره تنقول لكم تو سو راتراب. نقدروا نعوضوا اي حاجه الا حب الرياضيات. تقدر تعلم لونجلي فرونسي، تقدر تعلم اي لغه اخرى، تقدر تعلم الادب الشعر اي حاجه، ولكن في سن متاخره، ولكن حب الرياضيات ديمونطري ولا لا لوجيك في دماغك عند حدود 14 عام. الا ما خديتيش الحب، عدم الخوف من الرياضيات، كتكون فقدتيها. وكنتحدى كل واحد يقدر يناقشني في هذه القضيه. شكرا جزيلا ومرحبا بكم اونكور اون فوا. جيبوا وليداتكم يكتشفوا وان شاء الله ما غادي غير تفرح. ان شاء الله من بين الانشطه اللي مهمه غتكون عندنا ان شاء الله في المركز هو انه في الصيف ان شاء الله غادي يكون عندنا لو بروغرام لو بيتون اتش تي ام ال اي لو سكراتش. داكوغ،
وغتكون عندنا مفاجآت لأن غادي يكون عندنا واحد المخيم خاص جدا بالفتيات وغادي يكون عندنا دروس الدعم جميع المواد باش نوجدوا وليداتكم السنة الجاية. ولي اكستراوردينار أنني حنا من بين المراكز اللي كنمنعوا الأب باش يعاود السنة لولده. دونك إلا كان شي أب وهذا نداء لكان شي أب بغى يعاود الوليد ديالو سي بي حيت ما تعرفش يقرا ولا ما تعرفش يكتب أو لا بغى يعاود له الثالث حيت هو ضعيف ما تيجيبش لا مويان ولا بغى يعاود له السنة السابعة الكوليج أو أي سنة، أنا كناخذ معاه تحدي أنه في ظرف شهر إن شاء الله يكون الوليد خدا لاباس ديالو وعوض المواد وما يحتاجش يكرر السنة ديالو. دونك أنا كناخذ هذا التحدي مع الآباء ومرحبا بكم. كنعاود عندنا الـ HTML بيتون سكراتش اي انكونديتي. ميرسي بوكو. فعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.